اوفق واشوف ديت طلباتها ايه ودوت طلباته ايه، وبدات اوفق لدرجه ان انا بترتبيهم يعني، معلش انا اسفه بس بترتبيهم يعني، بتبقي عامله لكل واحد بروفايل، انا مثلا عندي ايهاب سنه كذا بيشتغل كذا ما اعرفش ايه، ببقى مرتبه عشان لما يجي لي واحده عايزه المواصفات دي او موفقه ده في ده، ولا بتعمليها ازاي؟ اكيد بصي هو هتنسي قديما مليون متابع ما طبعا شاء الله، طبعا اكيد بيجي لك طلبات مثلا كتير على الاقل 100,000 طلب، كتير فانت فعلا. دلوقتي بترتبي الـ الطلبات دي ازاي، او المواصفات ازاي؟ في البداية كنت بعمل زي ما حضرتك بتقولي، ان انا بمجرد ما اقابل الشخص او الطرفين او كده، حتى لو ما فيش نصيب بشوف غيره، بيبقى المعلومات في دماغي، ببقى عارفة مين عايز ايه وسن كام سنة وكل طلباته ايه. انما دلوقتي لما الدايرة وسعت مني وبدأ طلبات مش من داخل مصر بس، ده انا عندي طلبات من كل الدول العربية وكل الدول الأوروبية وامريكا واو، حضرتك وصلتي وكندا. العالمية اه ما طبعا شاء الله ما ما شاء الله. المصريين موجودين في كل حتة، ومشكلتهم ان هم مقيمين خارج الدولة ما ومش بيبقاش لاقيين. عنده الفرصة ان هو يقابل لا ما حد عندوش وقت، طبعا كمان بيجي اجازة اسبوع ولا حاجة، مش هيلحق يتعرف على مش واحدة هيلحق. بالظبط. والاهل والقرايب والجيران والمعارف شالوا ايديهم من الموضوع ده، محدش دلوقتي بيسعى في جواز حد او وحتى بيدور له. اللي بيبقى عايش بره بيبقى عايز بيتجوزوا حد ليه اصلا؟ بالاصول استني انت اللي هو بس منها. دلوقتي، بس استني فعلا، استني انت يا سوا متحمسة دلوقتي، قوي، بس انت اكسايتد. انا قاعد ساكت وعمال اشتري واقول لك مش عارف مين، واللي بره بيدور على اللي جوه واللي جوه بيدور على اللي بره ومش عارف ايه. الناس تتجوز ليه يعني لا تتجوز ليه في ازاي؟ الزمن ده؟ لا لا لا، ده شرع ربنا ايوه طبعا فطرة طبعا. الانسان ان هو يتجوز، وبعدين مثنى وثلاثة ورباع يا باشا. الله، ايوه دي اهم حاجه الله بقى. لا الله، لا ثانيه انت بس، على الحته الحساسه. بس استني بس، والله ثانيه هموت لو ما سالت السؤال ده هموت. يعني حضرتك ممكن واحد يجي يقول لك انا متجوز ايوه، وعايز التانيه والتالته والرابعه وتجوزيه؟ التانيه والتالته مش والرابعه تانية وتالتة ورابعة، هي يعني التانية مش هيصة يعني. هي مش هيصة هي، لا مش فرح. يعني جوز التانية كمان سنتين يا أستاذة عبيرة، يلا كتير التالتة هوبا كتير التالتة. كتير. لا لا مش هوبا التالتة، أنا ما عنديش الأسلوب ده بصراحة. هو كتير من الشباب بيطلب مني زوجة تانية، وبيطلب مني زوجة تانية لأسباب خاصة بيه هو، ما يصحش إن حد يعرفها غير اللي هترتبط بيه. أنا ما كنتش بسعى في جواز الزوجة التانية لمدة طويلة جدا جدا، لغاية من سنتين أو ثلاثة فاتوا بدأت أسعى في الزوجة التانية لما اتضح لي، لأن أنا في الأول كنت بخاف من كلام الناس، طبعا حرام عليكي هتخربي على واحدة، وواحدة هتجوزي واحد هتنام على مقهورة. واحدة، أيوة وتقول الأولانية ذنبها إيه وكلام من ده. بس لما لقيت الطرف الآخر بيرغب في كده، يعني أنا عندي سيدات بيرغبوا إن هم يكونوا زوجة تانية، فطالما توفر الطرف الآخر في الموضوع فبدأت أسعى فيه، وما قلتش لأ. طالما عايزة تبقى زوجة تانية لظروف برضو عندها، سواء كان ظروف اجتماعية بالنسبة للأسرة بتاعتها، بالنسبة للعمل بتاعها، بالنسبة لكلام من ده، فبدأت أسعى فعلا في جواز الزوجة التانية، فده موجود. طب أنا بعيد عن الكلام ده بقى، يعني كان السؤال كده بيدور في بالي، يعني حضرتك خطبة، ده مسمى يعني معترف بيه في مثلا، مش عارف يعني، لا مش لاقي له ترجمه بالانجليزي تصور. لا هو قصده لا يعني، انت يعني قصدك يعني ليه مثلا ليهم يبقى في، نقابه يعني؟ ايوه مثلا في لا لا شهاده ما لا نقابه. لا، ولو ان دي من مخططاتي يعني، انا بعتبر نفسي ان انا قائده في المجال دوت. ماشي. بداتها بالخطبه العاديه، دلوقتي بقيت الخطبه الالكترونيه. في ربح مادي في 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 كمان؟ في مخططات عندي للمستقبل، حاجات كتيره قوي قوي بالنسبه لمهنه الخطبه. انا ليه بسال السؤال ده؟ اه يعني مثلا حضرتك وفقتي عفاف مع حماده، كويس. حصل مشكله، مصيبه، اي حاجه، ففي رقيب على ده مثلا في اي لا ده حاجه؟ اختصاص محاكم الاسره بعد كده، انا ماليش دخل فيها، هي ملهاش دعوه. انا انا وسيله. بحاول افهم لا اكتر هو يعني. ده يمكن انا يكون قصدي ايهاب ان هو مثلا انت عرفتيهم على بعض لحد مرحله ايه، انت بتسحبي ايدك وتقولي شكرا. ايوه بالظبط دوري كده، هي بينتهي ده فين دورك يعني؟ بينتهي دوري فين؟ بينتهي فين؟ انا دوري اصلا بيقتصر على التعارف ما بين الطرفين، بعد كده عايزين يدخلوني هم في حياتهم، يعزموني على فرح، على خطوبه، على جواز، على اسبوع مولود، كلام من ده، اوكي. انما انا بعد التعارف انا ماليش علاقه بيهم، هم الاثنين هم اللي حابين يدخلوني يدخلوني، ما يدخلونيش يعني لو خلاص مش قفش مشكله. عليها يجي لك بس؟ لا لا مش مشكله. هو لو سابها خالص، لو انفصلوا اتنين ارتبطوا عن طريقي وانفصلوا وعايزين بعد كده يشوفوا حد تاني برضه عن طريقي،
بوصلهم لحد تاني وتالت ورابع وخامس. انا ما عنديش مشكله في دوت، لان دوت في الاول وفي الاخر اسمه ونصيب. طبعا انا مجرد سبب لتعارف اتنين مش اكتر مش من كده. مش اكتر، انا بقى خلاص عرفتهم على بعض، انا كده عملت اللي عليا. بل بالعكس المشاكل اللي بتيجي بعد كده انا اعتقد، طب ما في ناس كتيره قوي قوي حصلت ما بينهم مشاكل، كانوا اهل وقرايب وزمايل في الجامعه وحب عمر وكاتبين يعني اساميهم على ورق الشجر، وكل الناس عارفه ان دول مرتبطين وهيمنين في بعض من زمان، ورغم كده اتطلقوا وحصلت ما بينهم مشاكل بعد فتره قصيره يمكن من الجواز. طيب اعتقد في الزمن اللي احنا فيه دوت، جواز الخطبه او جواز الصالونات زي ما بيسموه، في مبدا 1+1 بيساوي 2. شروط، في حاجات انت ليك شروط في شريكه الحياه، منين ما توفرت الشروط دوت مع الارتياح النفسي مع الكيمياء مع القبول بتاع ربنا مع توفيق ربنا وتوفيق الاسرتين، الموضوع بيتم وبيمشي طبيعي خالص خالص. لدرجه ان في بعض الناس يمكن تنساني في المستقبل، او انا كمان ممكن انسى ناس انا جوزتهم. يعني بتكلم انا وصديقه ليا بقول لها بنت اختك مش عارفه فين، اللي سافرت مش عارفه فيها، هي عامله ايه مش عارفه ايه، هي بتقولي انها ولدت بره وكلام من ده. فانا بقول لها ما شاء الله ما شاء الله، وهي عندها عيال قبل كده، قالت لي انت نسيتي ان انت اللي جوزتيها، انت اللي جوزتيها. ايوه قلت لها صوري ان انا اصلا ناسيه اصلا القصه ان انا سعيد في الجوازه وان انا اللي قدمت لها العريس وكلام من ده. طب انا عايزه اسال حضرتك، هو ايه اكتر شروط بتطلبها البنات في العريس؟ هل بقى شروط شكل ولا ماديات ولا ماديات طبعا إيه؟ يعني انا عايز اعرف البنات نسأل الاستاذه لينا في الموضوع ده. يعني عايز اعرف البنات دماغها ايه. انا اقول لك الاستاذه لينا دماغها ايه. عايزه واحد فرفوش يكون خفيف كده على القلب، ما يبقاش كده كبه، ما يبقاش كده كئيب ومكئب، يصحى الصبح كده اعوذ بالله يصحى كده مبتسم وبشوش، مش لازم يمشي يبقى الخليل كوميدي، بس اللي هو يبقى على بيضحك. وايه اللي بعده؟ واللي بعده ان هو يكون كريم، مش لازم معاه جنيه، معاه 1000 هو بالفلوس دي. انا عارفه المبدا ده بيضحكني صح؟ لا مش بيضحكني بالكريدت كارد. لا بس يكون كريم، اللي هو معاه جنيه، معاه نص، معاه 1000، معاه 100,000، هو عايز يعمل لي حاجه حلوه. بس حضرتك عارفه بقى ان دي صفات شخصيه في البني ادم، انا ما اقدرش اكتشفها في العريس طبعا. يعني انا هعرف العريس منين كريم ولا بخيل؟ بيقول لك انا هعرفه منين ان هو عصبي ولا مش عصبي؟ صح. مفيش واحد بيقول على نفسه انا عصبي. انكشي. مفيش واحد بيقول عصبي. طب ما انا يعني هنكش مليون وربع ازاي؟ يعني هتابعهم ازاي؟ عريس بيتصل بيا من الامارات، هعرف منين ده كريم ده بخيل ده فرفوش مش فرفوش؟ لا طالما اتصل بيكي من الامارات يبقى كريم. ما جابكيش فيس تايم بالظبط، ما كلمتيش على الابلكيشن، كلمك دولي دولي يبقى كريم.